بندر. والله هذا أنا رجل ما عندي علاقة به. نعم. لكن تصريحاته أنا ما أعرفها عن بعد. لا أنا عايش وياه. تصريحاته نارية خطيرة، يعني مرات أعتبرها ابتزازية يعني. أها. نعم. يبتز من برأيك أستاذ؟ كل الكتل السياسية يبتزها. يعني عندما رادوا رشحونا رئيس وزراء وما مشى أمره، نزل على كل القوى السياسية بكلام خطير، وكلهم اتهمهم يعني باعوا العراق وخانوا العراق وما قدروا يبنون لأنه ما رشحوا رئيس وزراء. يعني أخطأ مثلاً بتصريحاته؟ يعني مثلاً عفواً الخط السياسي الأول والثاني والثالث وما نعرف الجزء الرابع وخامس ما نعرف. لا. يعني تعتقد هم نجحوا حتى نقول يا جزاكم الله خير نجحتوا مثلاً يعني أنا ويشكرهم أنا مثلاً. لا أنا شو بدي أقول لك، لو هو خارج العملية السياسية هاي كلها من بعد 2003 أقول لك نعم تصريحاته جيدة، لكن هو من صلب العملية السياسية ومن أول اللي جوي. نعم. وهو كان أكثر العقود بزمن حكومة المالكة، هو يبرمها أكثر العقود. أكثر العقود شخصيا هو يوقع. لا هو السمسار بهذه المواضيع، هاي المعلومات اللي أمتلكها ليس نعم نعم ليس نعم عندي نعم. هو موجود بالعملية السياسية مو بعيد مثلا رجل مستقل هو موجود وهو حزب دعوة بالأصل ولذلك مو بعيد عن العملية السياسية حتى يتهم الآخرين.